بسبعة أهداف في البطولة وضمن قائمة أحسن 10 هدافين لموسم 2019-2020. القناص حمزة بلحول مهاجم فريق شباب بلوزداد الذي أثبت مكانته وصنع الفارق بنزعته الهجومية المحضة منذ التحاقه بالفريق صيف 2019. لاعب يمتاز بقوة التفكير وسرعة التنفيذ وقدرته على قلب الموازين في الأوقات الصعبة، معروف بتسديداته القوية ومراوغاته التي تنتهي بأهداف حاسمة، حيث يعتمد عليه في الخطط التكتيكية للعب. موسم مثمر مع الشباب بسبعة أهداف، خمسة منها في مباريات الذهاب حيث افتتحها بهدف في الدقيقة 31 ضد فريق نجم مجرى، وأثبت نفسه بهدفين ضد شبيبة القبائل. أما مرحلة الإياب لم تخلو من أهداف حاملة رقم 20، حيث سجل هدفين في مرمى أهل البرج وشبيبة القبائل. الرقم الصعب في الكرة الجزائرية حمزة بلحول كسب الرهان وأثبت أنه ورقة رابحة ظفر بها فريق شباب بلوزداد.